مش عم صدق انه مرق سنة على الانفجار. بهالسنة ما راحت ولا اي ذكرى منا من بالي. عم يرجعوا الذكريات، يرجعوا من اول وجديد يبرموا براسي، ان كان وقت كنا يوم الانفجار، وقت اللي نزلنا، خبريات العالم عم يرجعوا يبرموا براسي ويرسموا مثل القصة او فيلم بذاكرتي كأنه مبارح. ندور تعتبر بوجه المرفأ، ما في شيء حدود قدامك، ما في بنايات كبيرة، ما في حواجز، ما في شيء، في بس البنايات السكنية. أيام نطلع من البيت دموعنا على بعيوننا. يعني في شخص كان يقول لي إنه رحمة إلهية بس قدرت تخلصوا من الانفجار. الحمد لله. لحظة الانفجار ما بتنتسى، أكيد ما بتنتسى. أمرار بيكون واحد قاعد مطرح مكان أول طلع الانفجار، بحس كأنه الباب بيرجع يهز فيه مرة تانية ويبتدي يسمع الصوت مرة تانية. المدة الزمنية كأنه مش امبارح، كأنه من شوي طلع الانفجار. كان ممرض مع أطباء بلا حدود، استلمنا منطقة الكارانتينا، كان عندنا إسعاف أمبيلانس مثل موبايل كلينيك، يعني عم نغير فيها على الجروحة، عم نقدم فيها مساعدة طبية للخدمات الأولية يعني للجرحى. حاجة كانت كثير كثير كبيرة، ما بعرف قد ايه غطينا من الحاجات، بس كان في شيء عند بقلب الانسان من جوا ما كان فينا نقدر نحن نوصل له، يعني يلي هي موضوع المشاعر وموضوع الازمه النفسيه اللي صارت بعد الانفجار. قصه 4 آب هي مش شيء بتذكره، هو شيء كل يوم بعيشه، لانه الطريق كل يوم باخده، سو هذا طريق شغل بيت. بحسها كثير قريبه، بحس كل يوم كل ما يطلع صوت بتذكره، بحس كل ما امرق بتذكره، شيء كثير قريب، لانه بلبنان مش انه طلع انفجار وخلصت، كل يوم عم نعيش مليون كارثه، يعني كلهم ورا بعضهم، فما عم نلحق نستوعب وحده تنبلش بالثانيه. في شيء ابعد من الضرر المادي المباشر اللي ممكن واحد بيشوفه بعينه، في شيء اظن بجوات كل حدا منا، في شيء ناقص، في شيء اقوى منا عم يخلينا نحس انه يعني مأثر فينا وحيبقى مأثر فينا لكتير لوقت لقدام. تلقينا نداء من المنظمة إنه ننزل كمتطوعين على مرمى خيل والكارانتينا. كان الهدف الأساسي تبعنا نعمل تقييم جزئي للمنطقة لنشوف الحاجات تبع المنطقة هون اللي بتقدر منظمة الأطباء بلا حدود تأمنها. طلنا على الأرض وجينا لهون على مريم خايل ورحنا على الكارنتينا، وكان المشهد الكارثي، يعني المنظر والأبنية المهدمة والناس اللي عم تيجي لعنا لحتى تغير على الجرح تبعها، فكانت حالة حرب. يعني عيادة أطباء بلا حدود هي هذا المطعم اللي كان مدمر، فرتبنا المكان على أساس أنه يكون عيادة مؤقتة، وبعدين انطلقنا وبلشنا. يعني سنة من بعد الانفجار، بعده أثر الانفجار واضح جداً بمرم خايل، شيء بيزعل يعني، بس بعد في بيوت كأنها متروكة، على الأرجح أشخاص ما عندها القدرة حتى أنه ترجع على بيوتها، يعني هذا الشيء بيزعل. في عندك عالم يمكن خسرت أشخاص كتير قراب لها، عزيزين على قلبها، ما بدها ترجع على هول البيوت، وعندك أشخاص بيوتها تدمرت وراحت ذكرياتها ومش قادرة ترجع، لا تعمر بيوت ولا تعمر ذكريات.